الآن نتوجه إلى مقر وزارة الصحة المغربية لنقل الحوار الوضعية الوبائية المتعلقة بمرض كوفيد 19 المرتبط بفيروس كورونا المستجد ببلادنا ما بين الساعة 6 لمساء الأمس وحدود الساعة 6 ليومه فاتح أفريل 2020، حيث أن الحالة تميزت بتسجيل 40 حالة مؤكدة جديدة ليصل مجموع الحالات المؤكدة المسجلة ببلادنا منذ بداية هذه الأزمة إلى 642 حالة، في حين وصل إجمالي الحالات المتحرى عنها بفعل أنه كان من المحتمل أن تكون مصابة بكوفيد 19 ولكن التحليلات المخبرية أكدت عكس ذلك، وصل مجموع الحالات إلى 2653 حالة مستبعدة. كما أن الوضعية الوبائية مع الأسف تميزت بتسجيل حالة وفاة إضافية واحدة ليصل مجموع حالات الوفاة إلى 37 حالة وفاة منذ بداية هذه الأزمة. في مقابل ذلك سجلنا تسجيل حالتي شفاء تام بعد التأكيد المخبري الثاني لخلو هذين المريضين من وجود الفيروس ديال كوفيد 19. بالنسبة للتوزيع الجغرافي فهو بالفعل باستثناء جهة الدار البيضاء السطات التي تسجل أكبر عدد من الحالات، فباقي الجهات تختلف حسب الترتيب من يوم لآخر بفعل النتائج المسجلة وبفعل تقارب ما بين الحالات التي سجلت في هذه الجهات، فتبقى بطبيعة الحال جهة الدار البيضاء السطات أكبر جهة سجلت أكبر عدد من الحالات 181، تليها إلى حدود اليوم جهة مراكش أسفي ب 115 الحالة، ثم جهة رباط صلى القنيطرة ب 112 الحالة، ثم جهة فاس مكناس ب 110 الحالات. كما أن وضعية اليوم تميزت بتسجيل حالتين أولتين بجهة العيون الساقية الحمراء، لتبقى الجهة الوحيدة التي لم تسجل بها حالات إلى حدود اليوم هي جهة الداخلة والذهب. بالنسبة للتوزيع الجغرافي حسب الأقاليم والعمالات، تبقى بطبيعة الحال دائما الدار البيضاء، مدينة الدار البيضاء الكبرى هي التي سجلت أكبر عدد من الحالات 174 حالة، تليها مدينة مراكش 110 الحالات، ثم مدينة الرباط ب 60 حالة، ثم مدينة مكناس ب 49 حالة. لا بأس أن نذكر بالتوزيع ديال الحالات حسب النوع، لنذكر بأنه هذا التوزيع لم يتغير منذ أيام، ف 55% من الحالات أهمت الذكور مقابل 45% من الحالات التي أهمت النساء. أما فيما يخص العمر فلازلنا في معدل 56 سنة، مع وجود بطبيعة الحال كما قلنا يوم أمس فرق، يعني المدى يمتد من رضيع عمره شهرين إلى شيخ مسن يبلغ من العمر 96 سنة. الحالة السريرية لدى التكفل بالحالات كانت على النحو التالي: 12% من هذه الحالات لم تكن تبدو عليها أعراض، 74% كانت حالات إما حميدة وإما بسيطة، في المقابل كانت 14% من الحالات إما حالات متطورة أو حرجة. نعطيكم بعض الأرقام فيما يخص 26 ديال الحالة اللي هي الحالات اللي تماثلت للشفاء إلى حدود اليوم، فنجد أن معدل العمر بالنسبة لهذه الحالات هو 43.5 ديال السنوات، يعني معدل أقل من معدل ديال باقي الأشخاص المصابين، مع فارق
أو مدى في السن ما بين 9 أشهر، لدينا رضيع عمره 9 أشهر تعافى نهائيا، وإلى أقصى 80 شخص في عمره 80 سنة. نقطة مهمة واللي وردات بعض التساؤلات واللي كنحاولوا كل يوم نتفاعلوا مع الأسئلة اللي كتوصلنا من عند إما الزملاء والإخوان الصحفيين أو من باقي المواطنين، حول مؤشرات نجاعة العلاج ديال الكلوروكين، واللي بطبيعة الحال خديناه كبروتوكول علاجي على ضوء اقتراح ديال لجنة الخبراء المغربية، وعلى ضوء النتائج ديال الأبحاث اللي والدراسات اللي كانت على الصعيد العالمي. فالمدة معدل المدة ديال التكفل بالحالات التي شفيت وتعافت نهائيا هو 12 يوم. في مقابل ذلك هناك مدى يمتد من 6 أيام، كاين حالات اللي تعافت نهائيا في غضون 6 أيام، وأقصاها مدة كانت 22 يوم. بالنسبة للتوزيع ديال هذه الحالات التي تعافت حسب الحالة الصحية أثناء البداية ديال التكفل بها، نجد أن 4 منها لم تكن تظهر عليها أعراض للمرض، 14 كانت لديها أعراض ديال المرض حميد بسيط، و8 كانت لديهم أعراض ديال المرض شيئا ما خطير، ولكن رغم ذلك والحمد لله تمثلت للشفاء. هذه الحالات التي تعافت تتوزع ما بين جهة الدار البيضاء سطات 7 الحالات، جهة الرباط سالة القنيطرة 7 الحالات، جهة فاس مكناس 5 الحالات، جهة مراكش أسفي 4 الحالات، جهة بني ملال خنيفرة حالة واحدة، سوس ماسة حالة واحدة، وطنجة تطوان الحسيمة حالة واحدة. السؤال اللي كان كيتطرح هو نجاعة الكلوروكين، علما بأننا اللجنة الفنية والعلمية التي أوصت باعتماد هذا البروتوكول كانت قد انعقدت هنا بمقر وزارة الصحة يوم 20 مارس، وبدأنا باعتماد هذا البروتوكول في غضون اليوم أو اليومين المواليين. وبما أن معدل التكفل بهذه الحالات التي شفيت هو 12 يوم، فإذا لا زال من السابق لأوانه أن نعطي أي انطباع أو أي خلاصة حول هذا البروتوكول العلاجي، ولكن لدينا مؤشرات وسنوافيكم بها في غضون 3 أيام أو 4 أيام القادمة، كما يمكن أن نوافيكم بمؤشرات أخرى نتمنى أن تكون إيجابية إلى حين تأكيدها، حول النسق والمدى الذي أو المنحى الذي أخذه تطور هذا الوباء. نقطة أخيرة إذا سمحتي، وهي الحالات المسجلة عند أشخاص لم تكن تظهر عليهم أعراض، والذين يبلغ عددهم أكثر من 70 شخص، وهذا الأشخاص تم اكتشاف المرض لديهم في إطار هذاك التتبع الصحي الذي نقوم به للمخالطين. هادشي علاش كنبغيو نبينوا الأهمية ديال التتبع الصحي للمخالطين وعلى العزل الصحي بالنسبة للمخالطين. فإلا شفنا الأرقام كنشوفوا بأنه من بين 5560 شخص من المخالطين ديال هاد المرضى اللي تكفلنا بهم، راه 70 منهم تصاب بأنهم عندهم المرض وما كانش كتبان عليهم أعراض. فلهذا كنبغيو نذكروا بهذه الإجراءات الاحترازية اللي واخداها البلاد ديالنا، واللي أنه كتبين بأنه هناك أشخاص اللي يمكن ما عندهمش أعراض المرض ولكن راهم حاملين للفيروس، فنتخذوا الحيطة ديالنا ونزيدوا نصبروا في هذه الإجراءات، لأن هي السبيل الوحيد اللي غادي يمكننا بأننا نخرجوا من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن. ولما كنقول التدابير فالتدابير خارج البيوت وحتى داخل البيوت، فيجب أن نتخذ التدابير من بعضنا البعض، لأن هناك أشخاص داخل البيوت لكي يغادروا لقضاء الأغراض أو للعمل. فمزيدا من الصبر شيئا ما، لأنه المؤشرات يمكن نوافيكم بمزيد من التفصيل في 4 أيام أو 3 أيام القادمة. يمكن تكون الصيرورة ديال الوباء عندنا أحسن بكثير من دول أخرى، فما علينا إلا التزموا بهذه القواعد وبهذه الإجراءات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.